السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا، حياكم الله وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليوم طيلة شهر أيام هذا الشهر الكريم من الحرم. 38 درجة مئوية مشاهدي الكرام هي درجة الحرارة في هذه الأثناء، وتوقعت الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى أن يستمر الطقس حارا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والجوف والمدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية. في حين تكون السماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية لمنطقة الحدود الشمالية والشرقية وأجزاء من الرياض، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير وكذلك على منطقة نجران. مشاهدي الكرام، هاشتاقنا في هذا البرنامج هو من الحرم 18 بعدد أيام هذه عدد أيام هذا الشهر الفضيل وعدد أيام هذا البرنامج الذي واكبكم وواكب هذا الشهر الكريم منذ بدايته وحتى الآن. من الحرم هي أو الطريق إلى الحرم هي الفقرة القادمة، تابعوها مشاهدينا ولنا عودة. ناصر أرحب فيك، أيضا أرحب بالسادة المشاهدين من هنا من مركز القيادة والسيطرة، وفي هذا اليوم الأحد الموافق 18 من شهر رمضان المبارك نسلط الضوء على الحركة المرورية للقادمين إلى المسجد الحرام. وكما تشاهدون معي الآن طريق الشماسي يشهد حركة مرورية أقل من المتوسطة، كذلك طريق القادمين من الطائف سواء عن طريق الهدى أو عن طريق السيل تشهد الطرق حركة مرورية متوسطة، أيضا نقطة التنعيم تشهد حركة مرورية خفيفة، كذلك طريق الساحل الليث للقادمين تشهد حركة مرورية متوسطة، ولله الحمد جميع الطرق التي تصب في المنطقة المركزية حركة انسيابية في جميع المحاور والميادين وبقيادة وتحكم من الزملاء الموجودين في الميدان. يشهد طريق المسجد الحرام أيضا طريق أم القرى طريق الملك عبد العزيز شارع إبراهيم الخليل تشهد كثافة عالية، ولسبب أنها تصب هذه الطرق في المنطقة المركزية، ودائما الكثافة في فترة الذروة من الساعة 4 عصرا حتى 6 مساء، وتزداد هذه الكثافة من الساعة 8:30 مساء حتى 1 صباحا. وكما تشاهدون معي الآن يؤدي إلى الزوار والمعتمرين ونسكهم وطوافهم بكل يسر وسهولة، وها هو أمامكم صحن المطاف والزوار والمعتمرين يؤدوا الطواف بكل يسر وسهولة. ننصح الزوار والمعتمرين من خلال هذه الفقرة باستخدام محطات النقل العام للتنقل إلى الحرم بكل يسر وسهولة، أيضا إيقاف سياراتهم في الأماكن المخصصة والمهيئة للوقوف. كما ننصح الزوار والمعتمرين باتباع تعليمات رجال الأمن داخل الحرم والساحات المحيطة به، ونرجو من الأخوة في حال وجود طارئ أو ملاحظة الاتصال على مركز العمليات الموحد 911 والذي يعمل على مدار 24 ساعة. هذا كل ما لدينا في فقرة الطريق إلى الحرم. حياكم الله من جديد، شكرا للمقدم علي الروقي ولزملائه في مركز القياده والسيطره. مشاهدي الكرام، للدفاع المدني جهودا تذكر فتشكر وله تواجد كبير في العاصمه المقدسه من خلال تواجده بالقرب من المنطقه المركزيه او بالقرب حتى وملاصق للحرم المكي الشريف تحسبا لاي طارئ لا سمح الله. سعاده اللواء سالم بن مرزوق المطرفي مدير الدفاع المدني بمنطقه
مكة المكرمة هو ضيفي في هذه الأثناء. الله يحييك. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا ورحب بالأخوة المشاهدين. يعني حريصين جدا على أنكم تكونوا معنا في هذه النافذة السنوية العام. كنت معي ساعة اللواء. أعطيني وأعطي الناس إيش استعداداتكم هذا الموسم؟ متى بدأت بالنسبة لكم الأوقات المهمة؟ متى يكون استعداد الدفاع المدني خلينا نقول الحالة ألف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المديرية العامة للدفاع المدني تنطلق من خلال الخطة العامة للطوارئ لتنفيذ أعمال الدفاع المدني خلال شهر رمضان المبارك، والتي اعتمدها صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني. والخطة التفصيلية المنبثقة من الخطة العامة والتي اعتمدت أيضا من لدن صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وتراعي الخطة مجموعة من الجوانب ذات الصلة التي تحقق الأهداف الرامية لحماية الأرواح والممتلكات. فالجانب الأول وهو الجانب الأهم في الخطة يرتكز على الجانب الوقائي من حيث عمل التدابير اللازمة ومتابعة توفر كافة متطلبات وأنظمة السلامة في مختلف المواقع والمنشآت للتوقي من وقوع أي حوادث لا قدر الله. الجانب الثاني وهو الجانب الخاص بأعمال الحماية المدنية كتحليل المخاطر، وأيضا الجانب العملياتي المتمثل في رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي حوادث حريق أو إنقاذ قد تقع لا قدر الله، خاصة في ظل الأعداد المتزايدة والكثافة البشرية التي تتزامن مع موسم شهر رمضان المبارك، حيث يتم استحداث مجموعة من المراكز الموسمية والمتحركة بخلاف المراكز الثابتة. وتدعم كل هذه الأعمال بأعمال مساندة مثل أعمال التوعية الوقائية التي لها جانب كبير تصل الرسالة لكافة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام لرفع درجة الثقافة الوقائية. إيش جديدكم هذا العام سعادة اللواء؟ في هذا العام تم دعم كافة القدرات المتمثلة في فرقة التدخل السريع، وهي فرق ميدانية تتمثل في دراجات نارية. تم زيادة أعدادها المحيطة بالحرم؟ بالمنطقة المحيطة بالحرم مكة الشريف، وأيضا الأحياء الأخرى الدائرة الثاني والدائرة الثالث. وهذه تمثل دورها في التدخل في الحوادث ريثما تصل فرق الدفاع المدني، وهذه لها دور كبير جدا استثمارا لعامل الزمن وعامل الوقت الذي هو يعتبر القاسم المشترك في أي حادث من الحوادث. أيضا تم إنشاء معرض توعوي في توسعة الحرم المكة الشريف لتقديم النصح والإرشاد لزوار بيت الله الحرام، بالإضافة إلى رفع قدرات الجهات المساندة مثل الآليات وأيضا قوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف، والتي تطلع بدور كبير جدا لمساعدة من يحتاج إلى المساعدة من المرضى أو الحالات الإسعافية. عدد الناس المشاركين والآليات المشاركة هنا أكثر من 7000 مشارك. نعم. وكلهم يقومون بهدف تحقيق هدف واحد وهدف سامي، هو مساعدة الآخرين وتقديم كل ما يمكن تقديمه من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات والتعامل الفاعل والمبكر مع أي حالة قد تقع لا قدر الله في ضوء الافتراضات الاثني عشر التي حددت الخطة. إذن أكثر من 7000 مشارك من الدفاع المدني مشاهدي الكرام في العاصمة المقدسة في مكة المكرمة وبالقرب من الحرم المكي الشريف، هو العدد الفعلي لهذه القوة التي تكون جنبا إلى جنب مع كافة القطاعات من أجل التدخل لا سمح الله في أي حادثة أو تطلب الأمر. سعادة اللواء سالم مرزوق المطرفي، أنت مدير الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة، لك كلمة أخيرة أو إذا في نصيحة أو شيء تحب توجهها المشاهد الكريم من خلال البرنامج من الحرم يستمع إليك. دائما النصائح تركز على جانب الوقاية، والوقاية خير من العلاج. صحيح. كلما كان هناك ملاحظة لمتطلبات السلامة وملاحظة تدابير السلامة والبعد عن كل ما من شأنه الحاق الضرر كلما استوجب الابتعاد عنه، وأيضا الابتعاد عن مواطن الازدحام والتضاغط. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بالخير والسلامة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذل الحكومة الرشيدة وفقها الله على كافة الأصعدة. شكرا. وفي ظل تناغم بين كافة الجهات. يعطيك الصحة والعافية، والشكر موصول منك إلى كافة زملائك سعادة اللواء اللي نعتز في عملهم، وكل من يقدم خدمة لهذا القادم والمعتمر هو الضيف الرئيس في هذا البرنامج، وهو من نستهدفه بلقاءاتنا. تويتر تغريداتكم أمنياتكم هي الحاضرة بعد هذا الحوار مع سعادة مدير الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة، ولنا عودة لا تروحون بعيد. يعطيك العافية.
الدائرية. مشاهدينا الكرام، شكرا لكل من شاركنا في هذا البرنامج. كل قطاع له علاقة بخدمة الناس، حتى القطاعات خلينا نقول التطوعية لها في برنامجنا تواجد. لن نترك أحدا يقدم خدمة حتى وإن كانت تلك الخدمات التي تقدم في الكواليس. العقيد عبد العزيز بن حماد الحماد هو مساعد قائد أمن الطرق منطقة مكة المكرمة، هو ضيفي في هذه الأثناء. الله يحييك أخوي عبد العزيز، يا مرحبا، يعطيكم العافية. خلاص اليوم 18، بقالنا يومين على العشر، آخر عشر من هذا الشهر الكريم. الله يتمم علينا وعليكم بكل خير يا رب. إيش استعدادكم أنتم من الطرق، خاصة في المحاور اللي مرتبطة بالعاصمة المقدسة؟ أهلا وسهلا. نعم، راح يكون هناك مضاعف الجهود بإذن الله في الأيام القادمة، العشر الأواخر، وذلك بتكثيف الدوريات على مستوى المنطقة، وذلك بنشرها وتوزيعها على كافة الطرق والمحاور المؤدية إلى العاصمة المقدسة. كذلك نقاط التهدئة راح يتم دعمها، وتواجد بعض الدوريات المساندة من القوة الخاصة للتدخل السريع. جيد. أخي عبد العزيز، شو أهم وأبرز الملاحظات اللي تم ضبطها على الأقل في نقاط الفرز أو نقاط أمن الطرق خلال الأيام الماضية؟ نعم، التركيز في الأيام الماضية كان على سائقي الحافلات في نقاط التهدئة، على سائقي الحافلات، في ضوابط معينة طبقت عليهم. نعم، سائقي الحافلات، ويكون التركيز على سائقي الحافلات والمخالفات التي يرتكبوها، وكذلك التحقق من توفير وسائل وكافة الوسائل الطمأنينة والراحة لجميع مرتدي الطرق. فكان هناك متابعة لقادة لأصحاب الحافلات وضبط المخالفات التي يرتكبوها. كيف التنسيق بينكم وبين القطاعات الأخرى فيما يتعلق بمثلا بعض الحملات، بعض المجموعات التي تقدم سواء من خارج السعودية أو من الداخل؟ هل فيه يعني تنسيق بينكم؟ نعم، التنسيق مستمر والعمل تكاملي مع جميع القطاعات سواء الأمنية أو غيرها. إيش الأشياء اللي تقولون في نقاطكم ما نسمح بمرورها، أنا ما نسمح بدخولها العاصمة المقدسة، المخالفات أو الممنوعات؟ اولا احنا لا نسمح لاي شخص يحاول المساس او العبث بامن الوطن، هذا اول شيء، لان امن الطرق عملها على عده جوانب، الجانب الامني والجانب المروري والجانب النظامي. بالنسبه للمخالفات، لا نسمح لاي شخص يحاول ان يتجاوز الانظمه المرور، سواء مخالفته للسرعه، التهور بالقياده على الطرق السريعه، التهور بكل انواع، نعم جميع انواعه، ومخالفات التجاوز او غيرها من المخالفات اللي تسبب في حوادث مرورية مميتة وينتج عنها إزهاق الأرواح الأبرياء وغيرهم. شكرا عقيد عبد العزيز الحماد، أنت مساعد قائد أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة. نعلم بأن أمن الطرق مشاهدي الكرام هم من يعتبرون في طرقنا في المملكة العربية السعودية، لكن مهمتهم في الطرق تتحول إلى كل القطاعات، يتحولون إلى مكافحة للمخدرات، يتحولون إلى إدارة عامة للمرور، يتحولون إلى الأدلة الجنائية، يتحولون كذلك إلى أقسام منع عبور الأسلحة والمتفجرات. هذه هي أدوارهم، وهي منع وصد ورد أي يعني أمر ممكن أن يتسبب بتعكير صفو هؤلاء الناس في العمرة، هم الاستباق في ذلك الأمر. شكرا لك أخوي عبد العزيز، أنت زملائك يعطيكم ألف صحة وعافية، والشكر منك موصول ومنا إليك إلى كافة زملائك العاملين في الميدان. الله يعطيكم العافية جميعا. شكرا جزيلا. أرقام وإحصاءات مشاهدينا الكرام هي فقرتنا القادمة، لكن تذكروا بأن هاشتاغنا من الحرم 18 الذي يظهر على الشاشة من وقت إلى آخر هو لتعبير عما بداخلكم، أدعيتكم، دعواتكم وأمنياتكم من خلال برنامج من الحرم.
والله الفقرة المحببة إلى نفسي هي التي ستبدأ الآن، وإن كانت كلها محببة إلى نفسي والله حتى لقاءاتي مع الناس، لكن دائما وأبدا سبحان الله لقائك مع المعتبرين له كذا طعم. السلام عليكم. السلام حبيبي. كبرتك هذه أهلك إن شاء الله يشوفونك أنت على الهواء مباشرة، من حاب تسلم عليه وتقبل الله منا ومنك يا رب. الحمد لله على اللي ربنا قدرنا على زيارة بيتي الحرام، ونشكر خادم الحرمين الشريفين من مقدمة من خدمة مبذولة ورجال الأمن الحمد لله موفرين كل الطعام. أنت من فين يا سيدي؟ من مصر. طيب من حاب تسلم عليه في مصر؟ الوالدة والأخوة كلهم بخير. وين؟ كل سنة وأنتم طيبين. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لكم زيارة بيتي الحرام حتى أيام كبيرة. آمين إن شاء الله. تقبل الله منا ومنك يا رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكر خادم الحرمين الشريفين على هذه الخدمة، والحمد لله الذي أتاه لنا هذا الخير. ارفع صوتك لاني ما اسمعك، من حاب تسلم عليهم؟ من وين انت؟ احنا اليوم خادم الحرمين وسمو ولي عهده وكل الناس في المملكه العربيه السعوديه لا يبحثون عن الشكر، احنا موجودين معاكم عشان تقولون تحياتكم لاهلكم وتسلموا على اهلكم وتقولون على الاجواء اللي انتم فيها. وشكرا. تفضل. محمد اسلام محمد. يا سلام يا سلام. قول. اسلم على كل الاسرى. وين؟ السودان. يا سلام. وين في السودان؟ قدروا يا اخي. قدروا. يا سلام. قدروا الشاب. يلا كيف عمرتك؟ كيف امورك؟ والله الحمد لله. يلا شكرا. شكرا شكرا الحمد لله. السلام عليكم. ارجوكم بسرعه. احنا نبو علام من الجزائر. نعم. سعيدة. نعم. ارفع تحياتي الى كل الاهل. نعم. ونحن هنا في الحرمين ما شاء الله وبارك الله فيكم. حبيبي. وتحياتنا لك حبيبي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حسن السلام على محمد. بشير حسن مبارك البشير من السودان. أسلم على أهلي بقرية أولاد ياسين. يا سلام. في أم دم. يا سلام. وبأهلي بالأبيض وبمراب وجميع الأهل، والسلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إحنا بنشكر الأمن بالمملكة العربية السعودية بالزوار والمعتمرين، بأن الأمن ماسك مسؤولية جامدة. الحمد لله. بأن لولا الأمن كان الناس هنا اتبهدلت، واي واحد بيكون تعبان الامن بيجري على المعتمر ويشوف طلباته، ان كان عيان بيوديه المستشفى. واحنا بنشكر خادم الحرمين بالتوسعات اللي موجوده، توسعات رهيبه بالمدينه المنوره ومكه المكرمه. الحمد لله. وشعب عامر وسوق غزه وجروت، توسعات كبيره. بنشكر خادم الحرمين. طيب مين حابب تسلم عليه؟ اسلم على الاستاذ محمد عبد الحكيم وولادي، وانا موجود بالمملكه العربيه السعوديه بمكه المكرمه. يلا وفق. خلاص حاضر اصور بس احنا على الهواء. حاضر 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 حصورك بس بعد ما ينتهي الهواء. تعال وحاضر من عيوني. حاضر. على اخوك يا حبيبك. السلام عليكم. اهلا اهلا وسهلا. بنغلاديشي. بنغلاديش. عمره করতে আসছি আমার ছেলে মেয়ে একসাথে আমরা 15 দিনের সফরে আসছি। ঠিক আছে। আমার কাছে মক্কা অত্যন্ত ভালো লাগলো, এর চেয়ে বেশি ভালো লাগলো মদিনা। আলহামদুলিল্লাহ। মদিনা ইজ ভেরি নাইস। ভেরি নাইস। আলহামদুলিল্লাহ। এত শান্তি, এত শান্তি, এত শান্তি, এত শৃঙ্খলা, এত ভালো ইফতার, এভরিডে ইফতার। আলহামদুলিল্লাহ। মক্কা মদিয়া। ইউ ইউ নাম নাইস। নাম জাহানা। আলহামদুলিল্লাহ। কামাল। ফিনিশ। থ্যাঙ্ক ইউ। السلام عليكم. السلام عليكم. عرفينا باسمك وقولي لي من وين ومن حابة تسلمي عليه في هذه اللحظات. أنا فاطمة من المغرب. أهلا وسهلا الحاجة فاطمة. نسلم على أولادي. الله أكبر. واحد باسمه المحمد والمصطفى، نقول لهم الله يعاونكم على سلمة وحسنة أسية نزهة جميلة. اللهم لك الحمد. جميلة رضوان عبد الكريم إبراهيم كمال، كل واحد بيسمع. واحنا كمان نسلم عليهم ونتمنى لك كسلم على المغاربه كلهم كلهم عواش المبروكين والعقبالهم ان شاء الله ويجوا لهاد العمره. الله لا يحرم شي حد من هاد العمره. امين. والله لا يحرمك الله لا يحرمك الاجر. بروح اشوف مشاهدينا الكرام تغريداتكم ونرجع ان شاء الله ناخذ بعض هذه الاصوات قبل ان ننهي هذا البرنامج.
حياك والله من جديد، اعطيني هذا الولد خليني اشوف. السلام عليكم. عرفني باسمك يا حبيبي. سعد. ها؟ سعد. ايش اسم الوالد؟ انا ابوك. سعد. اهلا وسهلا، عرفني بنفسك. سعد نصر القحطاني. حياك الله. اشكركم ان شاء الله. وولد اختنا استشهد امس في الحد الجنوبي محمد عيد، والله يجعله من الشهداء. امين. وهذولا كانوا تحت تربيته، والله يجعله من الشهداء ان شاء الله. امين امين. رحمه الله رحمة واسعة. باخذ اخر واحد، ارجوك اسمك وبسرعة. رايد عسيري. اهلا يا رايد، من حابب تسلم علي رايد؟ مولاي خادم حرم الشريفين بسرعة ارجوك. عبد العزيز ال سعود والامير محمد بن سلمان العزيز على ما يبذلون من عمر من جهود. من حابب تسلم عليها ارجوك. الله يسعدك، احب اسلم على الملك سلمان عبد العزيز ال سعود. يستاهل يستاهل ابو فهد. اذا مشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقة، لكن ما ذكره هذا الرجل الذي يذكر بأن ابن شقيقته استشهد بالأمس، كل شهيد في هذه البلاد سواء كان في حدنا الجنوبي أو حتى في الداخل يدافع عن ثرى هذه البلاد هو يعتبر شهيد لكل أبناء المملكة العربية السعودية. الجميع هنا نقبل العزاء ونقبل ذلك الفخر في أبنائنا الشهداء، فاللهم سدد رمي جنودنا على الحدود وارحم الشهداء وارفع عن المصابين واجعل هذا البلد آمنا يا رب العالمين. ومن أراد بلادنا بكيد رد كيده في نحره. هذا ناصر حبتر يودعكم في أمان الله. Thank you.